السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش نحضروا الزيت ديال التين الشوكي في البيوت ديالنا بطريقة مضمونة وبطريقة رخيصة. كنعرفوا بزاف هذا الزيت أنه فيه منافع وفيه فوائد كثيرة بزاف ومهمة للبشرة بالخصوص، وكنعرفوا أنه غالي، يعني ماشي اي واحد يقدر يشريه، ولكن ان شاء الله بهذه الطريقه كلشي ان شاء الله غادي يولي عنده هذا الزيت هذا في البيوت ديالو. لحقاش هذا الزيت فعلا مهم بزاف للبشره كونه كيحتوي على فيتامين او، وهذا الفيتامين مضاد للشيخوخه، كيجدد الخلايا ديال البشره، كيصفي البشره ايضا. فخليكم معايا ونشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديرها. فهو كيصلح لجميع انواع البشره وخصوصا البشره الجافه. كيف ما كتشوفوا عندي التين الشوكي، وانا عندي غير كميه قليله، ما غاديش نكثر بزاف، غادي ندير غير حساب واحد الكاس اللي غادي نستعمل. فخديت هاد التين الشوكي، يعني خديت غير هذوك ديال الدرهم. غادي ناخد هاد التين الشوكي ولا الكرموس، الهندية، كل واحدة شنو كيسميه عندنا هنايا في المغرب. فغناخدو بوحدو، غادي نطحنو بالخلاط الكهربائي كيفما كتشوفو، حتى نحصل على واحد العصير ديال هاد الكرموس. صافي كيفما شفتو راه درت، يعني الكرموس كيفما قلت لكم غير هذا رخيص، ماشي ضروري ان خصنا ناخدو داك الغالي، مش طلع لنا بحال هكا بارخص ثمن. من بعد ما طحنتو كيف ما كتشوفوا، غادي نجيب واحد الصفايه باش غادي نصفيه، وهذا دابا صفيتو. انا غادي نحتاج لهاد البذور، هادو هما اللي عندي بهم الهدف، هما باش غادي نديرهم ندير بهم الزيت. فغادي ناخذهم وغادي نغسلهم مزيان من هاد الشيء اللي فيهم. من بعد ما غسلت هاد البذور هادو، صافي غادي نجيب واحد السيرفيات وغادي نحطهم فيها وغادي نمسحهم ونخليهم حتى ينشفوا مزيان. نخليهم ينشفوا غير في الظل، ما غاديش ندخلهم على الفران باش ينشفوا، ما غاديش نديرهم فوق البوطه، غادي نخليهم غير بحال هكا حتى ينشفوا غير في الظل ونتلاقاو باش نطحنوهم. فهذا هو العصير اللي كنت حصلت عليه بطبيعه الحال، ما غاديش نرميه وغادي نشربه. لحقاش زوين بزاف، فما نتردوش اننا نعطيوه للوليدات ديالنا. كيمتاز على ماده البوتاسيوم اللي كاينه في البنان، فهاد العصير هذا اكثر من البنان في هاد الماده. وهاد المتبقي هاد العصير المتبقي غادي ندير منه واحد الماسك اللي زوين للبشره، جربوا ان شاء الله غادي يعجبكم. فهاد الماسك غادي ندير فيه غير هاد العصير هذا اللي درت ديال التين الشوكي اللي شفتو، وغادي ندير فيه المايزينا. صافي غادي نخلطو وغادي نطبقو على الوجه. هنا من بعد ما نشفو هاد البذور هادو، كيوليو بحال على هاد اللون، بحال هادوما ديال الفلفله، ولكن هما راهم قاسحين بزاف. هنا انا راه بديت كنطحن في هاد البذور هادو، صافي ما غاديش غادي نطحن واحد الكميه اللي انا محتاجاها، كميه قليله اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نحتاج غير واحد معلقه، انا غادي اصلا غادي ندير غير كاس. من بعد ما حصلت على هاد الكميه اللي بغيت، فغادي نحتاج واحد الكاس ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي هذا الوقت ديالها دابا راه ولا بداو الناس دابا كيطحنوا فيها، يعني موجوده. ومن الاحسن ان هاد الزيت ما تكونش فيها الملحه، يعني اللي بغى يشريها يشوف يعني شي حد اللي معروف اللي ثقه زعما، باش يقول ليه ما يكونش فيها الملحه. كنعرفوا ان الزيت فاش كيبغيو يطحنوها راه كيديروا فيها شويه ديال الملحه، هذه معروفه. فقلت ما قلت لكم كاس ديال الزيت غادي ندير فيه معلقه كبيره ديال هاد البودره، ولا غندير جوج معالق صغار. دابا انا هنا عندي
درت جوج معالق صغار وحساب معلقه كبيره. صافي غادي نبقى نخلط فيهم باش يتجانسوا مزيان، وغادي ندوز باش غادي نديرهم في حمام مريم باش يتجانس ليا مزيان هذا الخليط مع هذا البذور، هذا يتلقوا مزيان في الزيت. صافي هو هذا الزيت كيف ما كتشوفوا، غادي نخليه يبرد واحد شويه باقي سخون. من بعد ما غادي يبرد غادي نديره في واحد نجيب واحد القرعه اللي تكون مظلمه ما تكونش شفافه، ونديرو فيها، ومن بعد عاد غادي نديرو في شي مكان يكون مظلم ما يكونش فيه الاشعه ديال الشمس. كيف ما قلت لكم هاد الزيت هذا خصني نديرو في واحد القرعه ولا في واحد البواطه اللي تكون مظلمه، ونديرو ايضا نحطو في شي بلاصه اللي تكون مظلمه وما كتدخلهاش الاشعه ديال الشمس هكا باش كنحافظو عليه. صافي وغادي نخليه واحد المده ديال 15 يوم ولا على الاقل اسبوع، غادي نسد عليه ونخليه كيف ما قلت لكم. ومره مره خاصني نحركه بحال هكا، ما نخليهش غير محطوط وتبقى الزيت الفوق ويبقى هذيك البودره لتحت، خاصني دائما نحركه باش كيتخلط ليا هذا المزيج مزيان. واللي ما كنعرفوهش على زيت هاد التين الشوكي انه راه مزيان حتى للمفاصل، هو زوين في التجميل بالدرجه الاولى ولكن حتى المفاصل راه زوين، راه رائع اللي كدرو ظهرو للمفاصل يدهن بهذا الزيت راه زوين، ان شاء الله تلقاو النتيجه زوينه عليه. كيف ما قلت لكم غادي نخليه واحد المده لا تقل عن اسبوع، اسبوع هو القليل. صافي وغادي نبقى نخوي منه في قريعه صغيره ونبقى نديروا الوجه ديالي، كنديروا الوجه هنا في الليل ندهنوا به الوجه، والصباح كنغسلوا الوجه عادي. كنتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومه هذه، اللي ما عارفاش نكون قدرت نفيدو. وانا عجبتني هذه القرعه هذه كانت عندي فيها زيت بيو، حسيت براسي انني فعلا حصلت على زيت بيو. والى عجبتكم هذه الطريقه ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو ما مشتركينش، واللايك الفيديو، وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم.